أما هلأ سلمى، المساحة الأخيرة رح نخصها برحلتنا الصباحية للأطفال، وخصوصا الأطفال مع بداية عمرهم بيبدوا يكتسبوا مهاراتهم، بناء شخصيتهم والاستقلالية، وممكن يكونوا متكلين على أهلهم بكتير من الأمور. كيف فينا اليوم فعليا نعطي الطفل مساحته الخاصة لنقدر نكون جزء ببناء شخصية صحية وسليمة نفسيا؟ أكيد نور، يمكن هذا الموضوع بيخص الأهل بالعموم، صحيح، ودائما نحن كنا بأحاديثنا الخاصة لما بنحكي بخارج إطار التصوير، يعني وخصوصا معك، بأنه كيف أنت هلأ أم عم تفكري بنتك بسنينها الأولى، الله يخلي لك إياها، عم تفكري أنه أنا كيف بدي أعطيها صحيح ثقافة، كيف بدي أتحاور معها. أوقات ممكن ضمن تسألك هي الظروف مسؤولية كبيرة يعني صحيح، على عاتق هذا اللي بدنا الأهالي. نحكي عنه، أنه الأهل هلأ عليهم مسؤولية كتير كبيرة، ظروف الحياة اختلفت صحيح، اختلفت على الأهل، فكيف هن بدهم يوصلوا هذا الاختلاف بشكل معين للأطفال. أهم يمكن وسيلة هي الحوار، إنه نحن كيف نتحاور مع الأطفال. لهيك اليوم رح نحكي قديش مهم الحوار بتأسيس شخصية الطفل بالمستقبل بكل المناحي، وطبعا رح تطلعنا على هالتفاصيل ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية في التربية الخاصة ريم سعد. صباح الخير ريم. يسعد يسعد صباحك. أوقاتكم، صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك ورمضان كريم. السلام خلينا عليكم. بالبداية قلنا بالمقدمة قديش اليوم يمكن تربية الطفل مسؤولية كتير كبيرة على عاتق طبعا الأهل ضمن ظروف معيشية عم نعيشها، تطور كبير. يعني هلا بنقول يا ريت عايشين بزمن اهالينا، البساطه اساسا كانت كيف كنا أسهل. عايشين، تمام. اسهل تمام. تعاطي مع الطفل. اليوم الطفل واعي على كثير من التفاصيل، مجبر انه يكون واعي عليها لانه المحيط اختلف والبيئه اختلفت. الحوار هو الجزء الاهم والاكبر، لانه دائما الحوار مع الكبار له فائده كبيره كثير، فكيف مع الصغار؟ خلينا نحكي عن اهميه الحوار مع الاطفال ضمن العائله الواحده اليوم. تماما، يعني نحن بدنا نحكي عن كيف نقدر نعلم طفلنا انه يحاور ويتعلم منا كيف يقدر يحاور، يكون عنده ثقافه الحوار، ثقافه انه انا وقت تنطرح علي رح سميها فكره او موضوع اقدر اني ناقش فيه. طبعا اذا بدنا نحكي بشكل علمي اكثر، خلينا نقول نحن بعد 3 سنين بتكون القدرة اللغوية عند الطفل صارت أفضل بكتير من قبل، يعني مفردات بدماغه صارت كميتها منيحة بتساعده بأنه هو يحاور. قبل ممكن لا تكون كلمات بسيطة، بس بيكون ملعبي أنا وين؟ أنه أنا طبعاً وقت بدي حاور معناته أنا عندي، أنا أم أو أب، عندي ثقافة كتير عالية، عندي مفردات كتير، بقرأ كتير لحتى أتعلم هذا الشيء، لأنه نحن عندنا ثقافة الحوار، هو ما انه شيء نقدر نعلمه، هي ثقافة بالنهاية. صحيح. كيف بدي حاور وقت انا بقعد مع الطفل وبشرح له، وقت بيسأل عن تفصيل معين وبشرح له انه هي هيك بتصير، هي هيك بنعملها، وبكون انا عارفانه وبدعم حواري كونه العمر صغير بتجارب بسيطة، خلي دماغه يتطور، خلي دماغه يكبر، هون بعطيه المفاتيح الاولى للحوار. نقطة كثير مهمة انه انا عمر 4 سنين ببلش الطفل، بنقول له عمر ليش، او انه يلي نحن بنقوله هو ليش، انه ليه، هو ببلش بقى يسال كثير. هم ملعبي انا بالحوار، انه انا بقدر اوصل لك معلومات قد ما بدك، طبعا بشيء بيتناسب مع عمره، انا ما فيني اعطيه شيء اكبر حتى ما احبطه لانه هو ما حيقدر يترجمه. فانا بقدر منه هون بلش بانه غذيه بالمفاهيم، غذيه بالتربيه، غذيه بعاداتي انا اللي متربي عليها مع عيلتي الاكبر، بانه هو يتربى علي ويوعى علي واشرح له ليش ما بيمنع. طبعا في شقين للحوار، يعني الحوار سيف ذو حدين بالنسبه لي، يعني ما بعرف هذا الشيء، كل اهل او كل عيله لها تفاصيلها بهذا الموضوع. في نقطه نحن بنشوفها عند الاطفال، هلا بتوصل الاهل لمرحله انه الحوار دائما حوار دائما حوار، فوقت انا بدي احاول اقنع الطفل بشيء يفيده هو بيحاورني، ودائما انه لا ليش، بجادل، لا ليش، جدلي، صحيح، بحوله لجدلي. انا كثير بدي انتبه انه انا ما احول لجدلي، انا دائما في دفه حوار، فمفروض انه يكون انا لي مساحه كاهل انه انا ماما الكبيره، او انا ماما او انا بابا الكبير يلي لا رايي انه هذا هيك رح يصير، او رايي هيك رح نعمل، اللي هو احسن لنا وافيد لك. يعني لازم حافظ انا على هدول الشقين حتى انا ما احول طفلي لشخص جدلي، جدال عقيم، وبنفس الوقت يكون انا عندي حوار مفيد لهذا الولد. طيب ريم، يعني هي معادلة صعبة، ولكن ممكن بشوية تفاصيل، خطوط عريضة، تنظيم، ممكن انها تتحقق. تمام. وخصوصا انه يمكن هي بتبلش مع تجربة الطفل الاول،
اللي بيكون الاسئله كثير فيها. بالطفل الثاني ممكن تصير الام والاب تعودوا اكثر على كثير تفاصيل. طفلي الاول ايمت انا اذا حسيت حالي اني انا اسلوبي بالحديث او بنقل المعلومه او حتى بالرد ما عم بيجيب نتيجه، شو هي الاشارات اللي بيعطيني اياها الطفل ان كان بتصرفاته او بردود فعله لحتى انا الجا لاخصائي تربيه يساعدني وبنفس الوقت اني اقدر ساعد ابني. تماما، انه انت بتقصدي انه هو بالطريقه الحوار ما عم تقدر توصلوا مني المفاهيم او المعلومات اللي انا بدي اياها. تمام، هلا بدنا ننتبه على نقطه كثير مهمه، انه كان ظروف ولادتي، اذا بدنا نرجع لقدام كثير، ظروف ولادتي وحملي بهذا الطفل كانت سليمه؟ يعني انا لا سمح الله طبعا ما عندي كان مشاكل بالحمل اثرت على ولو جزء بسيط باكسجه الطفل بالولاده، طفلي كانت اموره منيحه، كان عنده مشاكل بالاكسجه. طبعا وقت نحكي نحن على الاكسجه ما حفوت بالطب، بس يعني هي ثواني ممكن تضر الدماغ، نحن ما عم نحكي انه قطع النفس دقيقه، لا نحن عم نحكي على ثواني. هذا كلياته بياثر على العمليات العقليه عند الاطفال، فممكن نلاقي اطفال سرعه استجابتهم او سرعه ترجمتهم للامور او للمفاهيم اللي انا عم احكيهم فيها هي صعبه شويه عليهم، عم تاخذ وقت. انا هون بس ما بدي اتوتر، بدي احاول بابسط الامور، ومثل ما قلنا اللي بيلعب دور كثير كبير هو ثقافتي، هو انا اطلع، انا كأم بدي اطلع كثير، بطلع وبوقت النفس بس كون مطلعه راح استشير الاخصائي النفسي، راح اعرض طفلي عليه انه انا عم حس ما ضروري يكون في مشكله، بس احيانا الام قلبها بيقول انه انا عم حس انه ما انه كما يجب طفلي بطريقه الحوار او بطريقه الفهم اللي بدي اياها، فمو غلط انه انا استشير مثله مثل اي طبيب بيستشير اخصائي نفسي، اذا في مشكله لا سمح الله فنحن بنحلها على عمر بكير ونتجاوزها، اذا ما في بيقول لي انا الاخصائي لا اعطيه عمره لسه نضجه العقلي ما اكتمل، فاعطي عمره. ونحن في فروقات فرديه بين الاطفال، يعني بنلاقي اطفال ممكن عمرهم سنتين بيحكوا جمل كامله مع سيره نتفاجأ فيها، وفي أطفال لثلاث سنين بيحكوا ثلاث أربع كلمات. شو اللي بيلعب دور بهالحالة؟ بيلعب دور من خلال ملاحظتنا وقت يكون الطفل ببيئة حوار كتير، العيلة بتتحدث بشكل أكبر بتعلم. وبفوت على دور حضاني بعمر صغير اللي هو عمر يعني بدور حضاني بناخد أطفال بعمر ست شهور، طريقته للحوار وطريقته لمحاكمة وحل المشكلات بتكون كتير عالية لأنه الكادر المحيط فيه دائماً بيحاوره بيشوفه، طبعاً بده يكون كادر منتقى طبعاً، بيشوفه كيف بيحاوره كيف بيحكيه كيف بيفهمه كتير تفاصيل وأمور، بالأخص أنه بيقضي عنا وقت كبير صحيح، فكتير بتفرق العقلية عند الطفل بطريقة حواره بطريقة فهمه للشيء اللي أنا عم بطرحه. إذا مو ما قدرتي مثلا أنا ماني أم عاملة وقاعدة بالبيت بقرأ، والأهم أني أبعد أي وسائل الأجهزة الحديثة تمام، يعني هي كتير كتير مضرة حرام، يعني أنا أقرأ له قصة ألعب معه بالمي ألعب معه بالعجين بأي شيء هي كتير رح تطوره لطفلي أكثر من هي الأجهزة. طبعا هي بتعلم، انا ما في شك انه هي بتعلم، بس بدي اعرف انه انا كراشد قدران اطرح لابني الشيء اللي بده يتعلم منه ولا لا، يعني اذا انا عم احط له برامج تعليميه هو عم بيكون بس مجرد اعاده ريكوردر عم بيكون ما عم يستفيد منه لانه كل عمر له طرق الاستفاده. فانا ملعبي كل شيء بالبيئه عندي حينمي لي مهارات طفلي وراح اتفاجئ بانه هي عم تعلى. قديش بياثر هذا بالختام، يعني سؤال سريع، الحوار طريقه التعاطي مع الطفل وخلق البيئه المناسبه ببناء شخصيته، لانه نحن بنختلف يمكن بالروضه بتشوفي اختلاف بشخصيات الاطفال، طفل بخاف طفل متردد طفل شخصيته قوية طفل بيسأل كتير، هون قديه فعليا بيأثر على بناء شخصيته، لأنه لحس مثلا أنا كأم فعليا أقم يعني عملت واجبي على أكمل وجه نوعا ما. تماما، نحن دائما يعني أنا كأم ولا بالروضة أو حتى بدي استشير مهمتنا أنه نحن نعمل تقارب قدر الإمكان بين الأطفال، يعني دائما بدنا نقوي الضعيف بأي منحة عنده، نحن لازم نقوي، وقت نقوي نحن وبندخل الحوار كتير ممتع مع الطفل إذا أنا أجيده أو إذا أنا مالكته بإيدي لهذا الحوار، بنفس الوقت أنا عندي له عليه السلطة، يعني وقت أقول سلطة إنه أنا بقدر أطلب منه أو أقول له إنه هذا الشيء مضر لك أو ما بفيدك بدنا نأجله، هو يقول لي إنه ماشي أو أوكي أو حاضر، ليش؟ لأنه هو عنده ثقة، الطفل حتى لو كان صغير بيعرف تماما الراشد اللي قدامه إنه هو لا بيتصرف صح، بيحكي معي صح، بيعاملني بلطافة، بيعاملني بأخلاق حلوة، بحسسني إنه أنا إلي دور إلي مكاني حتى لو كان عمره سنة ونص وسنتين، وهذا كتير شيء بنلمسه
عند هدول الأطفال، عند أطفالنا. الحقيقة الحوار معهم كتير ممتع، كتير بيعلمونا، وإن شاء الله نحن نقدر نكون عم نعلمهم. إن شاء الله. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا استاذه ريم. اهلا وسهلا، ونتمنى الكل يكون استفاد من هاي النصائح. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك، ورمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله.